اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء في عائلة اكاديمية عطاء الطبية. وياكم دكتور رسول. اليوم راح ناخذ الفيزيكس او دي اي اند فيجن اللي هي فيزيائية عمل العين وفيزيائية الرؤية. راح نشوف هاي الكاميرا العظيمة اللي رب العالمين اعطانا اياها شنو هي، شنو ميزاتها، شلون نقدر نشوف عن طريقها. تمام، نبسطها ان شاء الله قدر الامكان. نبدي the sense of vision، احساسنا. طبعا كلمة اللي دا اشرها واحكي وياها بالعربي هاي ترجمتها احساسنا بالرؤية. يتكون من ثلاث امور او ثلاث اشياء. شنو هي هاي الثلاث مكونات؟ شوفوا طلاب، اهم ثلاث مكونات عندنا. اولا عندي مثلا هاي الوردة. حتى نشوف هاي الوردة لازم هاي الصورة توصل لمن؟ اول جزء اللي هو العين، وتنعكس تحديدا هنا بالجزء الخلفي من العين اللي هو الشبكية. شبكية بالانجليزي ريتينا. تمام، زين. بعدين تنتقل الصورة عن طريق الاعصاب. تمام، عصب الرؤية اللي هو اسمه الاوبتيك نيرف. تمام، نيرف عصب اوبتيك اللي هو مسؤول عن الرؤية. وين تنتقل هاي الصورة؟ تنتقل الى جزء من الدماغ. الدماغ هو هذا وياه الطبقة الخارجية من عندي يسموها قشرة الدماغ، اسمها الكورتكس. فيا جزء من الكورتكس، الكورتكس بها هواي اجزاء، بها جزء خلفي، بها جزء جانبي، تمام، الى اخره، امامي، هواي اكو امور. فاللي الجزء من مالة الكورتكس اللي مسؤول عن الرؤية يسموه فيجوال اور او اوكسيبيتال كورتكس. فيجوال يعني رؤية، يعني مسؤول عن رؤية. اوكسيبيتال لان هذا مكانه، هاي المنطقة، هاي تحديدا هاي يسموها اوكسيبيت اللي هي شنو؟ ظهر الرأس. تمام، المنطقة الخلفية من الرأس. فإذا أهم ثلاث مكونات عندنا للرؤية. أول مكون اللي هو الآي أو العين اللي هي راح تركز فوكس الإيمج، تركز الصورة وتجيبها من برا from the outside world من الخارج. تمام، وين توديها؟ توديها على الرتنا. الرتنا شنو؟ هو الجزء الحساس من العين، light sensitive، حساس للضوء. تمام، راح نشوف شوية بأمور يسموها rods and cones اللي هنا مستقبلات. تمام، مستقبلات عن طريق احنا نقدر نشوف هاي الأشياء. تمام، فهو الجزء الحسي المستقبل light sensitive. فإذا شنو أول جزء؟ الآي تحديدا، الرتنا. بعدين هنا أكو ملايين من الأعصاب. تمام، راح تحمل هاي المعلومة، تحمل هاي الصورة لمن؟ راح تحملها إلى الدماغ اللي هو هذا وياي. والجزء الأكبر يتمثل بالأوبتيك نيرف اللي هو عصب الرؤية اللي هو رقم 2. تمام، هذا رقمه من ضمن الأعصاب مالت الدماغ. زين، الجزء الثالث اللي هو الفيجوال كورتكس اللي هي قشرة الدماغ، صايرة وين؟ صايرة بالأوكسيبيتال أريا، أوكسيبيتال كورتكس أو فيجوال كورتكس، صايرة بظهر الرأس لي ورا فوق الركبة، هاي المنطقة مالتها. فهو الجزء مالت الدماغ اللي يلم كل هاي الأمور سوية. تمام، زين. هسا عرفنا انه احنا شنو المكونات اللي راح تخلينا نشوف. نحتاج عين، نحتاج اعصاب، ونحتاج شنو؟ نحتاج فيجوال كورتكس. لازم لنا 30 سليمات حتى انا اقدر اشوف. راح نواجه مصطلحات، هالمصطلحات نريد نعرف شنو معناها. من اسمع كلمة اميتروب. شنو اميتروب؟ اميتروب يعني هنا هذا الشخص نظره شنو؟ سليم، يعني ما بي لا قصر نظر ولا بي بعد نظر. فمعناها هذا الشخص عنده good eyesight يعني نظره شنو؟ جيد. زين، والتصحيح مالة العدسة مالتهم اللي هي عدسة الرؤية، شلون الكاميرا بيها عدسة؟ عيوننا هم كاميرا بس أرقى كاميرا موجودة بوجه الكون. تمام، فالكوركشن التصحيح مالت العدسة مالت أقل من نص دايوبتر. ها شنو معناها؟ نفد شوية نبدي ناخذ من ناخذ يعني مشاكل الرؤية. زين، هاي الإمتروب، الإمتروب، الإمتروب. تمام، هاي شنو هنا؟ أي شخص يحتاج كوركشن، يحتاج تصحيح أكثر من نص دايوبتر. شوفوا احنا شنو حدنا؟ حدنا لحد النص. شنو حدنا لحد النص؟ شايفين من مثلا فاحصين، أكيد صاير وياكم هذا الشيء بعد طلاب طبية، وأغلبكم مال من سادس إعدادي، شايفين يقول لك درجتك ربع ودرجتك نص. أنت ما دام لحد النص فأنت إمتروب، نظرك سليم. أي شخص يحتاج تصحيح نظر درجته فوق النص، ثلاثة أرباع، واحد إلى آخره، درجته أعلى. تمام، وراح ناخذ شوية درجات الرؤية. فأي شخص يحتاج كوركشن، يحتاج تصحيح، يحتاج يلبس نظارات أكثر من نص دايوبتر، قوتها أكثر من نص، هذا معناها طبب أمتروب اللي هو هنا بدأ نظره يضعف. تمام،
هدي شويه راح ناخذ مشاكل النظر. زين، فخلونا هسه شنو عرفنا احنا شلون نقدر نشوف. زين، الشغله الثانيه شلون نقدر نوضح هاي الشوفه اللي دنشوفها. يعني شنو؟ يعني تخيل انه انت اول ما صدرت الموبايلات، شنو الموبايلات اللي ببدايه يمكن انتم ما ملحقين عليهم او ملحقين، اجى صدر العنكبوت هذا اول واحد يمكن ابو كاميرا، والدب يمكن هم كان بيه كاميرا، الدمعه هذن الموبايلات، زين ذن اللي هنا اول موبايلات بيهن كاميرات، فدني اوكي يقدر يشوف هذا الموبايل، يقدر ياخذ صوره، بس الصور كانت كلها يعني مالتها الدقه تعبانه، دقه جدا جدا سيئه. تطور العلم وتطورت الموبايلات، وهسه الايفون 15 برو ماكس والسامسونج، خاف يزعلون جماعه السامسونج، السامسونج 21 مدري 22 الترا ونوت ومدري شنو، واشكال اللي هي بحيث تخلي لنا الصوره جدا جدا واضحه. فالعين ما محتاجه لا تطور ولا محتاجه زين نخلي لها ثلاث كاميرات مثل ال 13 وال 14 برو ماكس، هي من الله اجت، من الله سبحانه وتعالى انه هي عندها قدره على الفوكسينج، انه شنو بيها شلون نظام البورتري مال الموبايل. يعني شوفوا تتحول الصوره من هيك مغوشه زين، هذا طبعا بالذات الصوره القريبه بدنا نحكي، الى بهذا الجزء اللي نفس البورتري، نفس صوره البورتري بالضبط، بس اكيد على يعني على شكل انه ادق كلش. فالهاي انه من تجي الصوره تصير كلش واضحه، هاي الفوكس انه من تجي تسوي لها فوكس بالضبط مثل الكاميرا. فرح نتعرف على العوامل والامور، مو العوامل، الامور والتراكيب الموجوده بالعين اللي الها وهي الفوكسنج، تمام؟ يعني احنا مو بس نريد نشوف، نريد نشوف بطريقه واضحه. شلون اسوي فوكسنج؟ عندنا اهم جزئين، يعني هاي كلش مهم، انه منو المسؤول عن الفوكسنج؟ اثنين اللي هن الكورنيا واللينس. شوفوا طلاب، قبل لا نبدا راح تواجهنا هواي ستراكشرز، هواي تراكيب موجوده هنا، فخليني ارسم لكم او اراويكم هنا زين فد يعني شكل تبسيطي عن العين شنو هي ومين تتكون، ونحفظ مكوناتها حتى نعرف بعدين كل مكون شنو هو وشنو فائدته. بعض طلاب هسه هاي ماخذين احنا مقطع بالعين، هاي العين هذا المقطع الملون اللي احنا نشوفه، تمام؟ اللي هو نفسه نقعد نلبس عدسات حتى نغير الوان عيوننا، هذا شيء يسموه القزحيه اللي هو الايرس. هاي الايرس محيطه لفتحه سوداء، تمام؟ اللي هي شو تمثل؟ تمثل البؤبؤ اللي هو البيوبل. اذا الايرس القزحيه، البيوبل البؤبؤ اللي من عنده راح يطب الضوء، تمام؟ زين، داير مداير هاي الايرس، هاي القزحيه وداير مداير البيوبل، اكو طبقه ترانسبارنت. شنو ترانسبارنت؟ شفافه، يعني انت هسه من تباوع لعيونك بالمرايه ما راح تشوفها لان هي طبقه شفافه مغلفه. شي يسموها؟ يسموها الكورنيا. شنو كورنيا؟ القرنيه، تمام؟ زين، بعد شنو عنا دحكي هسه من برا وشوي شوي نفوت لي جوا. بعد اكو طبقه بيضة زين بصف الاسباوع للمرايه، بصف القزحيه مالتك طبقه بيضة، هاي الطبقه البيضة يسموها السكليرا، تمام؟ فإذن ايش صار عندنا؟ صار عندنا، خلينا نجي نحاول نرسمها هيجي، صار عندنا هاي شنو؟ هاي القزحية، تمام؟ والقزحية فيها فتحة زين، زين هاي الفتحة يسموها بيوبل اللي هو البؤبؤ اللي هو أسود، زين؟ وهاي شنو؟ هاي الأيرس أو القزحية، زين؟ ومن هنا عندنا شنو؟ هاي ال السكليرا اللي هي المنطقة البيضة، زين، واكو عندنا طبقة شفافة صايرة داير مداير الايريس والبيوبول، هاي شي يسموها؟ يسموها الكورنيا، خو تمام، تمام، زين، نعم، خوش، هسا هاي افتهمناها، هاي شنو؟ هاي من برا، زين، خلينا نغوص شوية لي جوا، باعولي، ورا البيوبول مالتنا، ورا الكورنيا او القرنيه لازم اكو عندنا عدسه، لان هاي كاميرا وماكو كاميرا تشتغل بدون عدسه، فرب العالمين خلانا عدسه محدبه الوجهين، تمام؟ خلينا نسويها بدون لون هيجي، ها شنو؟ هاي اللينس. شنو اللينس؟ العدسه، خو تمام، تمام. اكو هنا المسافه بين العدسه
وبين هو بعد آخر شيء للكورنية للقرنية. زين هاي فد غرفة خلينا نقول فيسموها anterior chamber الغرفة الأمامية. تمام زين. وبعد أكو هنا أنا شنو بي هذا بي سائل، هذا السائل يتحكم بضغط العين. شو يسموه هذا السائل؟ يسموه aqueous humor. aqueous جاي باللاتيني من كلمة aqua، aqua يعني مي. تمام فهذا السائل شو يكون؟ يكون مثل المي، خفيف مو سخين. زين لي ورا هنا البوستيريور سيجمنت شكو عندنا هنا اكو سائل اخر بس هذا جيلاتيني يشبه هلام البيض. شلون البياض مالت البياض؟ فهذا شي يسموه فيتريوس هومر. تمام اللي هو شنو يشبه بياض البيض. هذا ايضا ماخذ الجزء كبير من العين ويعطينا شنو يعطينا كبر العين وشكل العين والى اخره. بالاخير يجي هنا بوستيريرلي عندنا هذا الجزء السنسيتيف الحساس اللي هو الشبكيه ما يعرف بالرتنا اللي هي مثل ما قلنا الشبكيه اللي هي بيها الكونز والرودز اللي هي المستقبلات الحسيه. وبالاخير يطلع من العين عصب الرؤيه اللي هو الاوبتيك نيرف. هاي هي التراكيب الاساسيه اللي ردت اسولف لكم عليها. تمام زين من ذن التراكيب كلهم طبعا هي بعد اكو تفاصيل احنا ناخذها فدي شويه اللي قدام. من ذن التراكيب كلهم منو المسؤول عن الفوكسينج عن انه يركز للصوره ويوضح لي اياها؟ اهم اثنين اللي هم الكورنية واللنز القرنيه وشنو والعدسه. زين نجي هسه ناخذ القرنيه اللي هي الكورنية. الكورنية هي مثل ما قلت لكم طبقه شفافه ترانسبارنت يعني شفافه، كلير يعني واضحه. تمام صايرة قدام on the front of the eye قدام الآي مثل ما شفنا بالمنطقة الانتيريور المنطقة الأمامية. زين شو تمثل من الفوكسينج؟ ايش قد قوتها؟ ثلثين الفوكسينج. فإذا هذا التركيز إذا أجي أريد أوزع قوة التركيز مالتنا هذا مالت الفوكسينج إنه شلون نقدر نشوف الصورة واضحة، فثلثين الفضل لمن يرجع من الكورنية. تمام فإذا إذا أجيب لنا true and false فالكورنية دورها بالفوكسينج أكثر. تمام الدايوبتر اللي هو قوة التركيز مالتها أكبر. خو تمام تمثل 2/3 زين. الكورنية هي fixed focusing element يعني شنو؟ يعني ثابت مالتها التوضيح ثابت مو تتغير. راح نشوف دي شوية اللينس أو العدسة لا يتغير، مرات نقدر نقلله ومرات نقدر نزوده. زين تزود التركيز عن طريق refracting the light rays. هاي شيء أكيد إنه إحنا شلون نقدر نسوي focusing إنه نعكس تمام الإشعاع اللي جاينا، يعني أي صورة أي image موجودة عندنا هنا من إحنا قاعد نشوفها. زين هاي العين مالتنا شلون أنا أقدر أشوفها؟ إنه تطلع من أي صورة بالدنيا شنو light rays يعني خطوط مالت أشعة. زين فحتى نقدر نشوفها انه نسوي ريفراكشن نعكسها، وكل ما كان الريفراكشن قوي كل ما شنو كل ما الصوره اوضح. خو تمام لذلك راح نشوف دي شوي رب العالمين خلانا اللينس والعدسه محدبه الوجهين. ليش؟ لان المحدب مو مثل المقعر، المحدب يقدر يعكس اكثر. تمام وبالتالي نقدر نحصل على تركيز اقوى على فوكسينج اقوى. The amount of bending كمية الانعكاس هاي اللي موجودة تعتمد على الكيرفيتشر. شنو الكيرفيتشر؟ اللي هو الانحناء، يعني أنا إيش قد عندي انحناء موجود هنا. فلذلك قلت لكم مثلا لو كانت أنا العدسة ماتي مو كلش محدبة زين فبالتالي هنا شنو الانحناء أقل وبالتالي الفوكسينج أقل. إذا أريد مثلا العدسة إذا أريد أني أجي أزود الرؤية مالتنا والفوكسينج مالتنا فش أسوي؟ أجي أزود التحدب مالتها. فهاي كلش يعني قانون مهم نخليه بالنا حتى نفهم الكلام اللي جاي، إنه كلما زاد التحدب معناها شنو؟ كل ما زاد الكونفكسيتي، تحدب يعني كونفكسيتي. زين كل ما زاد التحدب أو الكونفكسيتي كل ما شنو؟ كل ما زاد الرفراكشن اللي هو الانعكاس مالت الرؤية زين او مالت الصوره. وبالتالي هنا شنو راح يصير عندنا مور فوكسينج تركيز وتوضيح للصوره اكبر. فهسه صارت بديهيه ببالنا من اريد اوضح الصوره لازم انا جايبه لها عدسه شبيهه
عدسة محدبة وتحدبها قوي. زين، لأنه يعتمد على الكيرفتشار. زين، وبنفس الوقت السبيد أوف لايت إن ذا لينس، يعني السرعة اللي يمر بيها الضوء باللينس، لذلك اللينس لازم تكون واضحة، ولازم شنو، لازم مو مثلا مثل ذولك يعني أنواع من كبار السن الصغر العدسة مالتهم بيها بياض وإلى آخره، لا لازم تكون واضحة شفافة حتى يمر منها الضوء بسرعة ونقدر إحنا نشوفه. فيقول لك هذا الشيء أكيد راح يكون أفضل مقارنة compared with that in the surrounding material، مقارنة باللي داير ما دايرها. فلازم شنو، يعتمد على الكيرفتشر وعلى سرعة الضوء اللي مني يمر خلال العدسة. شوفوا أنتم ممكن تدرخون كل الكلام، اكو يعني تلخيصات احنا كن نعرفها، يعني انا اكو امور حاطه لكم جواها خطا، هاي مثلا خاف تجينا صحه وخطا، خاف تجينا فراغات، يعني مثلا لا الكورنيا كن نعرف انه هي كلير وترانسبيرنت، وين موجوده، تمثل جد من الفوكسينج. فانا اكو امور حاطه لكم جواها خطوط او اكو امور ملونتها، فهاي خلوها ببالكم. زين، يقول تقريبا كل الفوكسينج يصير عن طريق الكورنيا، لان قلنا يمثل هو هي تمثل ثلثيه من هاي الوظيفه، وتحديدا وين يصير، at the front surface بالسطح الأمامي. زين، شكو ورا الكورنيا، احنا مو قلنا الكورنيا هاي وياها دا تمام داير مداير الايرس، وهاي اللي بالأخضر رسمتكم اياها، قلنا وراها اكو عندنا الأكويس هيومر، هذا مي، فهذا المي تقريبا يمثل نفس اللي انا ابدا ان كونتاكت، لانه على تواصل ويا هاي الكورنيا، فيمثل نفس الاندكس اوف ريفراكشن مالت الكورنيا، نفس الانعكاس مالت الكورنيا. ها هي شي كم ملاحظه يعني. زين، شنو دور هذا الاكوياس هيومر؟ مو بس ينظمنا ضغط العين، هذا السائل المائي مو بس ينظم ضغط العين، وانما يعطينا الاكل والغذاء للكورنيا. اي خليه بالجسم تحتاج اكل وغذاء، فتتعدد صور الاكل والغذاء منين ناخذها، بس عاده اغلب الامور زين تجينا عن طريق اوعيه دمويه تغذى الخلايا مالتنا. زين، بالنسبه هنا للكورنيا التغذيه مالتها تختلف، هذا السائل اللي هو الاكويس هيومر هو اللي شايل بداخله النيوترينز. شنو النيوترينز؟ اللي هو الغذاء لهاي الخلايا مالت الكورنيا، تمام. فيقول لك التغذيه مالت الكورنيا تصير عن طريق الاكويس هيومر، واللي يحتوي على كل مكونات الدم ما عدا البلد سيلز، لان ماكو دم، هو قلت لكم سائل شفاف مائي، اكيد كل ما بي بلد سيل، لانه بي بلد سيل لو بي خلايا مال الدم كان صار دم، فاكيد ما بي هذا الشيء، بس شنو، بكل الامور الباقيه المهمه، بكل المعادن، بكل الاغذيه، تمام. زين، اذا هسه ملخص الكلام، اول جزء عندنا الكورنيا اللي هو صار بامام العين، جزء شفاف ويعتبر هو ثلثين الفوكسنج يسوي ويتغذى عن طريق الاكويس هيومر اللي صاير وراء. زين، نجي للجزء الثاني اللي هو العدسة أو اللينز. اللينز أيضا يسوي فوكسينج، بس شنو، فاين فوكسينج، يعني بدرجة أخف. والفوكسينج بروبرتيز، خصائصها مالت التركيز مالت الصورة، يعتمد على السيرفس، يعتمد على سطحها. مثل ما قلت لكم هذه مو ثابتة، قبل شوية قلنا هناك بال خلنا هاي نسوي لها هايلايت مهمة، قلنا هنا بالكورنية فيكس فوكسينج ثابت ما يتغير، بينما هنا لا متغير حسب سطحها، هل هي اتحدبت كلش لو لا والله كانت مجعوصة وما محدبة. فيقول انه كل ما غيرنا السيرفيس كل ما هنا شنو غيرنا قدرتها على عكس الاضاءة. It is more curved in the back، هاي هيك ملاحظة انه هي بالباك اللي ورا تكون curved اكثر، يعني بيها انحناء اكثر من الامام. هنا النقطة المهمة انه هي تغير الفوكال سترينث، تغير قدرتها على التركيز على الفوكسينج عن طريق تغييرها لإتس كيرفيتشر، عن طريق تغييرها اللي شنو سطحها. بقى هنا طلاب شوفوا هاي العدسة هنا شو تكون، هنا شوية محدبة، هي بأول وثاني محدبة بس تحدبها مو قوي، هنا من قوة التحدب مالتها هيجي صارت مثل الطوبة، كأنه من قوة التحدب مالتها هيجي هنا شنو حصلنا مور فوكسينج، حصلنا تركيز اقوى، تمام. فهاي قاعده مهمه راح تخلينا نفهم الكلام اللي جاي، انه احنا كل ما نريد نقوي الفوكسينج كل ما نزود الكيرفتشر، لان من نزود الكيرفتشر نرجع هنا كل ما زاد الكيرفتشر والتحدب زاد الرفراكشن وبالتالي زاد الفوكسينج، تمام. زين، وين ذا فوكسينج مصل، شوف حتى نفهم هذا الكلام كله خلي اخذكم على صفحه اشرح لكم اياه، وبعدين نعود نجي هنا نفهم. باعوا للطلاب ركزوا كل شيء هواي وياي، شوفوا عندي هسه تمام هاي العين مالتنا، وعندي هنا هاي العين ايضا نفسها،
زين، قلنا هنا أنا اكو عندنا عدسة، خو تمام. العدسة هنا أنا بهذا الوضع بعد هي محدبة الوجهين، بس بعد تحدبها ما زايد. هاي شو وقت هاي الحالة؟ شيلوا راسكم هسه باعولي للغرفة، للأماكن البعيدة، مو قاعدين هسه بالغرفة زين، أو أيا كان المكان باعولي لي بعيد. كل الصورة حاليا تشوفوها واضحة زين، وانتو تتباعون لي بعيد، شيلوا اصبع ايدكم، خلوه قبال عيونكم وركزوا عليه، راح تشوفون انه صار التركيز هسه على الاصبع الورا شويه تغوش، وصار اكو تركيز كلش قوي على الاصبع، وصار الاصبع اوضح. خو تمام، جربوا هسه باعوا للغرفه اللي انتو بيها البعيد، تمام كله واضح، وخلوا اصبعكم قبال عينكم. هاي هنا الحركة انه من سوى الجسم صار مثل البورتري، انه ركز على هذا الجزء اللي دشوفه والوراء شوية مثل اللي تغوش، فزودنا فوكسي كل شوية على هذه الصورة، تمام، او على هذا الاصبع. سنفترض الاصبع خليناه هنا قبال العين، فشفتوا انه شون زودنا الفوكسينج، صار كلش تركيز هنا قوي وتوضيح لهاي الصورة مالت الاصبع. ف إذا أجي أسألكم أقولكم شنو الشيء اللي سويته بحيث حصلت هذا التوضيح، إيش راح تقولوا ليش غيرت؟ اللي مركز وياي راح يعرف إنه أنا غيرت العدسة هنا، كانت هيجي بهاي الصورة، جيت زودت التحدب مالتها، تمام؟ كلش زودت التحدب، فبالتالي ازداد الكيرفتشر، ازداد الانحناء مالتها، فقامت تعكس الصورة بطريقة أفضل، فصار مور فوكسينج. زين، هسه فهمنا النقطة هذه، عرفنا يا بأنه اللي سويناه حتى نزود الفوكسينج زودنا التحدب مالتها. زين، رح يجي واحد يسأل إنه أنا شلون سويت هذا الشيء، شلون توصلت له؟ أقول له ها تدلل، هسه نسولف لك. هاي العدسة مشكلة بشنو؟ مشكلة بحبال أوتار، تمام؟ هاي الأوتار شي يسموها؟ هاي ليجامنت، ليجامنت يعني أوتار، سموها زونيولار ليجامنت، مو اللي تحطون اسمها، هاي أوتار. زين، هاي الأوتار شي مسوية هنا؟ جارة ماطة، تخيلوا هاي كأنه شون الجيلاتينة زين، وماطيها لا شون اللاستيكة، جارتها، شوفوا جارتها للعدسة وماطتها، فالعدسة من تنماط أكيد راح التحدب مالتها يروح. هسه تجربوا تجيبوا هاي الطوبات الجيلاتينية زين، مطوها راح شنو؟ راح تتسطح، خو تمام، من تمطوها، من تهدوها راح ترجع طوبة، خو شغلة بديهية هاي. فهنا بهذا الوضع، هاي هنا الزونولار ليجمنت مجرورات ممطوطات، فماطات العدسة وياهن، بينما هنا شبيهن هنا مرتخيات، فما انو مرتخيات، ما مسلطات شنو؟ ما مسلطات ضغط على العدسة. زين، هسا عرفنا هاي النقطة الثانية. زين، النقطة الثالثة، هذني الليجمنت هن روابط، فأكيد ما طائرات، أكيد مرتبطات بشي، مرتبطات بعضلة هنا. هاي العضلة شي يسموها؟ يسموها سيلياري مصل. شوفوا طلاب، هاي السيلياري مصل اللي هي هاي وياها، سيلياري مصل اللي هي هاي العضلة، هاي شنو ميزتها؟ خلي أشبه لكم إياها هنا حتى تبقى ببالكم. شوفوا، شايفين دول اهل العضلات اللي زين اللي يلعبون حديد، متقعدة بنا يمين يمهم، وهيك يردون يبرزون عضلاتهم، فشي يسوون؟ يقلصون، يسوي هيك بالبايسبس مالته، تمام، يقلصها، فمن تتقلص تتنفخ، بينما من يهديده وينزلها لا والله مثل اللي تفش، فمن يريد يسوي روحه عود شوفوني انا عندي عضلات، يرفع ايديه هيك يعود شوفوا، فالعضله بالتقلص زين تتنفخ. فهاي شنو اللي اريدكم تذكروا؟ انه هاي السيلياري مصل من هي مرتخيه ما متنفخه، راجعه لي ورا، من ترتخي شلون هسه مثلا تريد ترتخي وترتاح شو تسوي؟ تتمدد. فهاي السيلياري مصل من هي مرتخيه شنو؟ تتمدد، متمدده راجعه لي ورا، فمن ترجع لي ورا تجر الليجمنت هذني، فمن تجرهن الليجمنت شو يسوون؟ هن هم يجرن شنو؟ اللنس او العدسه، فتنماط العدسه وتصير هنا شنو؟ تصير يعني مو مدعبله، خو تمام. زين، بينما هنا من نريد اسوي فوكسنج، هنا ايش راح يصير؟ من تتقلص السيلياري مصل تدعبل هيك اللي قدام تجي، ها من يصير بيها تقلص، فمن تجي لي قدام ذني يرتخن الليجمنت، صار الراخيات، فماكو شيء شنو؟ ماكو شيء يسوي ضغط على العدسة. يعني تخيل السيلياري مصل هسه تقعد على الشرباية، أو أنتي قاعدة على الشرباية، تخيل نفس الشيء السيلياري مصل، من أنتي متقلصة أنتي قاعدة، فمن قاعدة لازم يبيدش مثلا البطانية، ف
فمن قاعدة تشين البطانية هنا أنا ما مسحوبة، البطانية اللي هي الليجامنت أو الروابط ما مسحوبة، وانتي لازم البطانية تمددي ارتخي تمام، رجعي ورا تشين تشوفي جريت البطانية وياك خلاص صحيح زين. فنفس الفكرة إنه هاي السيلياري مصل من تتمدد راح ترجع لي ورا تمام، خلي شغل القلم أي من تتمدد راح ترجع لي ورا، فمن ترجع لي ورا تسحل وياها الليجامنت، فالليجامنت شو يسوي يمطن ويجرن العدسة، بينما من تتقلص السيلياري مصل تقعد لي قدام فيرتخن الليجامنت يصير الراخيات، فبالتالي ماكو شيء يجر العدسة، فالعدسة شو تكون تكون جلوبيولار مثل الطوبة محددة. فبديهيا انه انا من اريد احصل وضوح شو اسوي للسيلياري مصل اكيد اقلصها، فاسوي سيلياري مصل، مصل يعني عضله، هاي العضله شو اسوي بيها، اسوي بيها كونتراكشن، شنو كونتراكشن تقلص، اقلصها لان من اقلصها راح يرتخن الزولار ليجمنت، فراح شنو تصير اللنس ماكو عليها ضغط، ماكو عليها جار، ماكو عليها سحب، فشنو فتقدر تعكس اكثر وتسوي فوكسنج. فهسه رجعوا باعوا للغرفه، هسه انتم تسوي فوكسنج على كل شيء، رجعوا من جديد باعوا على اصبعكم، شيلوا اصبعكم قبالكم، هاي بهاي الحاله ايش صار هسه بداخل عيونكم، صار سيلياري مصل كونتراكشن، حتى توضحون هاي الرؤيه القريبه. هاي العمليه مالت انه احنا نسوي فوكسنج ونوضح النير اوبجكت تمام، انه المنطقة او الرؤية القريبة اوضحها، هاي تعرف باسم الاكوموديشن. بس عرفنا شنو اكوموديشن، اكوموديشن من تجون ترجمه بعيدة عن العيون وهيك شيء معناه تكيف، فكأنه العين هنا تتكيف انه من شان تتباوع من بعيد شان كل شيء واضح، بس من جيت قرر خليت شغلة كلش قريبة فترت تتكيف لهذا الشيء، فشو تسوي احد الأشياء مو كل شيء، الأكوموديشن بأكثر من شغلة، بس أحد الأشياء اللي تسويها إنه تريد تسوي فوكسينج، فشنو تزود الكونفكسيتي أوف لينس، تزود الكونفكسيتي مالت العدسة، شلون عن طريق إنه تسوي سيلياري مصل كونتراكشن. أرجو إن شاء الله إحنا افتهمنا الفكرة. فخلي نجي يقول هنا من الفوكسينج مصل اوف ذا اي اللي هو قصد السيلياري مصل، من ترتخي من ترتاح شو من تتمدد لي ورا ايش راح قلنا شي يصير، تجر وياها الليجمنت واللي هن راح يجرن ويمطن العدسه، فيقول لك اللينز او العدسه راح تصير فلات ممطوطه زين، وادجستد تو اتس لوست باور، قوتها هنا تصير اضعف شيء، لان احنا قلنا كل ما نريد قوه اكبر كل ما نسويها شنو محدبه اكثر خو تمام زين. فبالتالي هنا أنا بهذا الوضع الآي هنا أنا على من راح تركز العين على الديستنت أوبجكت، مثل ما قلت لكم هذا الوضع يمثل لي شنو، يمثل لي الرؤية من بعيد زين، بينما من أجي آني أريد هسه شنو، أريد أركز على النقطة القريبة شو راح أسوي، قبل أن أعرف هذا الشيء يقول لك البوينت راح يرجع يعيد نفس الكلام بس بطريقة أخرى، البوينت النقطة اللي بيها الديستنت أوبجكت اللي هي يعني الأشياء البعيدة بنسوي لها فوكسينج، شو كنت راح يصير هذا الشيء، من الفوكسينج مصل اللي هي السيلياري مصل ريلاكس مرتخية ومجرورة، هاي شي يسموها فار بوينت النقطة البعيدة، النقطة البعيدة اللي يقدر يشوفها الشخص، فشو كنت أقدر أشوف النقطة البعيدة واضحة من شنو، من السيلياري مصل مرتخية وراجعة لي ورا والعدسة مجرورة خو تمام زين، بينما من أجي أرد أركز على كلوزر أوبجكت على شيء قريب اللي هو الأصبع من خليناه السيرب، احنا قلنا واحدة من السوالف اللي يصير شنو هنا، انه العدسة هسه قبل ان نجي لهاي، هسه راح اجي ارجع لكم اياها بس قبل ان نجي لهاي، انه اللينز او العدسة راح تصير مور كيرفد منحنية اكثر تتحدب اكثر تمام، وبالتالي هذه greater focusing power قوتها صارت اقوى تمام، وبالتالي انه هاي الكلوزست بوينت النقطة القريبة اللي عن طريقها هاي الرؤية مالت هذا الشيء راح تصير اوضح، هاي يسموها شنو near point، شلون احصل اني رؤية واضحة للنير بوينت، انه عن طريق الاكوموديشن، فقدرتنا انه نغير الفوكال باور، نغير الفوكسينج مالتنا الوضوح مالتنا زين من الفار بوينت من النقطة البعيدة من الغرفة للأصبع، هاي القدرة انه يسموها accommodation تمام، ففهمنا شنو يعني accommodation، قلت لكم اني هذا مو التغيير الوحيد اللي راح يصير تمام، مو بس انه اني اغير الشكل اللينز، التغيير الثاني اللي راح يصير عندنا يسموه شنو pupil
constriction. شنو هو البيوبول وشنو constriction؟ قلت لكم هاي العين مالتنا زين، السواد مالت العين شي يسموه، خلنا نسوي بالأسود زين، هذا شي يسموه، يسموه بيوبول اللي هو البؤبؤ. فوحدة من السوالف اللي يصير عندنا هنا انه يصير عندنا البيوبول constriction يضيق زين، حتى شنو، حتى يقدر يركز اكثر. خلي او يعني احاول اشبه لكم اياها، شايفين مما تشوفون من بعيد تحاولون هيك يعني تسدون بعيونكم حتى تركزون اكثر، شايفين هذا الشيء؟ فكانه هيك شيء يصير، انه هنا شيء يصير عندنا تضيق constriction بالبيوبول، حتى شنو، حتى نحاول نركز افضل. فالاكوموديشن هو عباره عن 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 هواي امور يختصروها بالسي، عباره عن انه نزود الكونفكسيتي اللي هي هاي وياها، انكريز كونفكسيتي مالت اللينز تمام، ونسوي السي الثانيه نسوي بيوبل كونستراكشن نضيقها، واكو وحده ما موجوده عندكم اللي هي كونفرجنس، انه الشخص مثل كانه يحول تتقارب عيونه من هنا ومن هنا تمام، تتجه لهاي الجهه، ما مطلوب من عندكم هذا، بس هيك للاضافه تمام. زين، فهاي الصور خليتكم اياها صور اثرائيه، هذا اللي موجوده عندكم بس حتى تفهمون الفكره. شوفوا هنا بعد هنا العدسه من السيلياري مصر اللي هي هاي وياها مرتخيه راجعه لي ورا، فجار الزونولا اللي قمت في العدسه مجروره، هاي هنا اشوف بيها الفار بوينت بطريقه زينه، بينما من اجي عند اشوف النير بوينت راح تتقلص السيلياري مصر، من تتقلص تقعد لقدام، تجي لقدام، فراح يرتخن الزونولا اللي قمت، فماكو شيء يجر اللينس، فاللينس تصير جلوبولار. هاي هم نفس الفكرة وهاي هم نفس الفكرة تمام. زين، بس عرفنا شنو يعني accommodation. فالaccommodation هو التكيف، انه من اشوف اني البعيد شلون اغير الفوكال باور مالتي بحيث اقوم اشوف القريب، هاي القدرة انه اني اغير الفوكال باور، هاي يسموها accommodation، انه اغير التركيز مالتي. زين، الكورنيا واللينز اثنيناتين ضروريات لهذا الشيء، ضروريات للفوكسنج. فمو مني يصير بيهن دمج، شنو دمج يعني ضرر، عن طريق شنو، ممكن عن طريق الالترا فايولت او الضوء الاشعة فوق البنفسجية زين، او اي اشعة اخرى. فممكن شنو، اكو مرض يصير بي، ممكن كبار السن او لا اسباب ثانية، اللي هو يسموه الكتراكت. شنو الكتراكت بالعربي؟ الماء الابيض، انه احنا المفروض العدسة مالتنا شفافة، فلذلك انت البؤبؤ اللي موجود عندك اللي هو البؤبؤ الأسود، ليش البؤبؤ أسود؟ البؤبؤ ترى فتحة طلاب، هو عبارة عن فتحة تمام، يعني شلون هسه تخيلوه باب، والباب شلون هذا مال قبل، انه المفتاح مات باب المفتاح بفتحة، فهاي الفتحة سودة هو تمام زين، فهو مو تركيب بس يبقى أسود ونشوفه أسود بالشخص الطبيعي، لأن العدسة اللي هي لي وراء، إذا نجي أرجع أرسم لكم تمام، هسه هذا البؤبؤ زين، هذا اللي هو أسود زين، اكو وراء عدسة، هاي العدسة شفافة، والعين هي عبارة عن غرفة مظلمة، فلأن العدسة شفافة فالبؤبؤ يبقى أسود فتمام، بينما هاي العدسة من الصير شنو، من الصير لا والله الصير كلاودي غائمة والصير بيضة، فأكيد البؤبؤ هنا اللي هو فتحة راح يراوين العدسة، فهذا مو البؤبؤ صار بيض، لا هاي العدسة صارت هنا بيضة، فقدرنا نشوفها من البؤبؤ. فهو هذا الكتراكت الماء الأبيض اللي هي العدسة شو تصير، destroy its clarity، الوضوح مالتها يخرب يروح، ما تصير شنو، ما تصير شفافة زين. فبعد شنو عدنا تعاريف أخرى، عدنا تعريف البيوبول مثل ما قلنا اللي هو البؤبؤ، فهو عبارة عن فتحة opening بالcenter of the iris، بcenter القزحية، القزحية اللي هي جزء الملون، فموجود بمنتصف القزحية اللي هو عن طريقه راح يدخل اللايت لللينس، يدخل الضوء للعدسة زين. هل هذا البؤبؤ ثابت؟ لا، ممكن يكبر ممكن يصغر، يعني بالنهار لأن أضاءة هواية فيصغر، بالليل لأن أضاءة قليلة بالظلمة يكبر، فيقدر يتغير من 3 مليم بالبرايت لايت بالضوء الساطع إلى 8 مليم يتوسع، وين الديم لايت بالضوء الخافت و أو شبه المنعدم. يقول it's believed that إنه الأيرس أو القزحية راح تساعدنا اللي هي دائرة مدار البيوبل، راح تساعدنا إنه نزود أو نقلل الهواء اللي عفوا الضوء اللي راح يدخل للرتنة عن طريق التحكم، وين التحكم بالبيوبل، الحد ما شوية شوية، يعني شلون أمثل لكم إياها، شايفين مثلا مرات من أنتوا بغرفة ظلمة وفجأة طلعون للشمس فتحسون إضاءة قوية، فهنا شنو، هنا شوي شوي راح يتكيف
البؤبؤ هاي الإضاءة عن طريق إنه يضيق حتى شنو، حتى يخلي الإضاءة اللي تدخل أقل، أو بالعكس من أنتوا بضوء وعلى ساعة تنطفي الكهرباء تمام. فبالبداية تحسون المكان كلش ظلمة لأن بعد البؤبؤ كان شنو، كان متضيق لأن كان أكو ضوء. بعدين شنو من يبدي يتوسع راح تشوفون المكان بديتوا تشوفوه أفضل تمام. فشوية شوية هذا التكيف راح يساعد إنه الرتينة تتعود تسوي أدابتيشن، تتكيف وتتعود لأن النيو لايت كونديشن، مثلا من الظلمة إلى الإضاءة أو من الإضاءة للظلمة، شوية شوية تتعود على البيئة أو الظروف الجديدة. زين بالإضافة إنه under the bright light condition من أكو إضاءة كلش عالية، هذا الشيء يعني يلعب لدور إنه يقلل lens defect لأنه راح نضيق هاي البيوبل وبالتالي نقلل الضوء اللي يدخل وبالتالي نقلل الضرر اللي راح يصير على اللينز. فمثل ما شرحنا هنا هاي هو تركيب العين، هاي القرنية اللي هي الطبقة الشفافة، وهاي الايرس اللي هي القزحية اللي بداخلها اكو عندنا هذه الفتحة هاي الاوبنينج اللي هي تمثل البيوبل، خلفها اكو اللينز او العدسة واللي يرتبط بيها مجموعة من الليجامنت اللي هي السسبنسري. الليجامنت السسبنسري يعني معلقة، يعني متعلقة بيها شايلة اللينز، متعلقة بيها اللينز، او اسمها الثاني ما مطلوب منكم حاليا بس اسمها الزونولار ليجامنت تمام. وهاي الليجامنت هاي الاربطة وين مرتبطة؟ مرتبطة بمصل هنا اللي هي مثل ما قلنا السيلياري مصل، المصل اللي مسؤولة عن الأكوموديشن. زين عندنا هذه هنا السكليرا اللي هي الطبقة الثخينة خلينا نقول من العين، الطبقة الحامية الواقية تمام. وعندنا هاي الطبقة البوستيرر اللي هي الروتينا اللي هي الطبقة اللي بيها الريسبترز يعني المستقبلات الفوتو سنسيتيف اللي هنا متحسسات للضوء، اللي هنا راح ينقلن هاي المعلومات كلها لهذا العصب اللي هو الاوبتيك نيرف، عصب الرؤية اللي راح ينقل لنا وين هاي السوالف كلها، ينقلنا اياها لورا للفيجوال كورتكس تمام، اللي هي هاي وياها جزء الدماغ اللي مسؤول عن الرؤية. زين ففهمنا هذا الكلام كله وين وصلنا؟ اي لهنا. مثل ما قلنا انه اكو عندنا اهم سائلين موجودات بالعين، السائل الاول اللي هو يسموه الاكويوس هيومر اللي هو مثل المي، والسائل الهلامي اللي يشبه بياض البيض اللي صاير بوستيريرلي اللي هو اسمه الفيتريوس هيومر، ذن اللي هنا يكون العين. فالاكويوس هيومر يملي الفراغ ما بين اللينس وما بين الكورنيا، يعني وين موجود؟ انتيريرلي بين العدسه وبين الكورنيا، خلينا نمسحها والون وين موجود. فموجود عندنا قدام العدسة بين العدسة وبين الكورنيا، هذا من هو؟ هذا الأكوياس هيومر. شنو هذا التركيب مالته؟ قلنا أكوا يعني مي يعني ووتر، فتركيبه يشبه المي. الأكوياس هيومر contain most of blood component، قلنا يحتوي على كل مكونات البلد ما عدا البلد سيل، ما عدا خلايا الدم حتى ما يصير دم، بس يحتوي على المكونات الباقية اللي راح تعطيني النيوترينتس اللي هي الأغذية المهم للنون فاسكولارايز كورنيا، لأن كورنيا ماكو فازل يغذيها مو مثل باقي أعضاء الجسم، فتحتاج يعني الغذاء عن طريق الانتشار، ينتشر لها من هذا المي اللي موجود تمام. وكذلك العدسة أيضا يغذي لنا إياها، فمسؤول عن تغذية الكورنيا ومسؤول عن تغذية العدسة، وإلى دور كلش مهم بأنه يحدد لي شقد موجود ضغط العين يعني بداخل العين، شقد أكو ضغط، لأن ارتفاع ضغط العين ممكن يؤديني إلى مرض يسموه الماء الأسود أو الجلوكوما، راح ناخذه في دي شوية. زين الفيتريوس هيومر اللي هو موجود لي ورا اللي هو هلامي الشكل جولي لايك مثل الجل، شلون السلايم بالضبط، اللي هو يترس اللارج سبيس منطقة أكبر طبعا بالعين، صايرة وين؟ صايرة ورا اللينس، فما بين اللينس والرتينة. إذن هاي مهمة كمقارنة إنه إحنا كنا نعرف شنو الفرق بين الأكوياس هيومر وشنو الفرق بين الفيتريوس هيومر. الأكوياس قلنا هذا من اسمه أكوا، فهذا تركيبه يشبه الووتر، بينما هذا تركيبه جولي لايك. زين هذا وين موجود؟ هذا موجود ما بين اللينس أنت شنو؟ أنت كورنيا. هذا موجود ما بين اللينس يعني posteriorly أنت منو؟ أنت الرتينة. زين الأكوياس هيومر وظيفته يعطيني نيوترينت تغذية و لللينس وللكورنيا ويحدد ضغط العين. الفيتريوس هيومر يعطيني الشيب، يعطيني الشكل مالت العين، مرات يسموه الفيتريوس بودي. يقول الأكوياس والفيتريوس هيومر اثنيناتهم are under pressure and maintain eyeball in fixed size، يخلون هاي كرة العين يعني حجمها ثابت وشكلها ثابت.
dimension of eye اللي هي يعني طول وعرضها العين are critical to good vision ضروري على مود الرؤية الصحيحة والرؤية الزينة. يعني العين من تصغر أو من تكبر الايبول اللي هي الكرة مالت العين هاي كلها يسموها ايبول. هاي الكرة من تطول ومن تكسر راح تصير عندي refractive errors. شنو refractive errors؟ اللي هي خلل الرؤية اللي هن قصر النظر وبعد النظر وهم راح نشوفهم فدي شوية. إش قد ضغط العين نورمالي 12 إلى إش قد ضعف 12 هو 24 قول 23 12 إلى 23 مليمتر ميركوري هذا نورمالي الضغط هيجي. إذا أكثر راح يصير بينا مرض يسموه الجلوكوما اللي هو الماء الأسود. الآي كونتينوسلي إنه بصورة مستمرة بروديوس تنتج لنا الأكوياس هيومر اللي هو هذا السائل. شنو هو هذا السائل؟ في حالة إنتاج وفي حالة تصفية يعني يطلع هذا الأكوياس هيومر بس يكون أكو مثل المجاري خلينا نقول يعني ترجع تاخذ هذا الأكوياس هيومر فهو إنتاج وسحب إنتاج وسحب وهكذا. شلون يعني أنابي بالمي إنه مثلا السينك على سبيل المثال أو المغسلة تطلع لك ماي تغسل بيه بس أكو بلوعة راح تاخذ السود رانجل هذا الماي فيقول لك أكو سيستم يعطيني أكواس هيومر وأكو سيستم يسموه دراين سيستم يسوي درانج. شنو درانج؟ يسحب هذا الماي الزايد فبالتالي يسمح السوربلس اللي هو الزايد تو اسكيب يروح يهرب أو مو يهرب أو يعني يتصفى يروح نخلص من عنده. فمن أكو عدي مثلا انسداد بهاي البلوعة خو تمام فبالتالي الانتاج موجود بس ماكو شنو ماكو انابيب صرف صحي فمن يبقى هذا المي ينتج وماكو شغله تاخذه وتسوي له درانج راح يعلى كميه هذا المي كميه هذا الاكويس هيومر وبالتالي راح يعلى الانترا اوكولار بريشر. انترا يعني داخل اوكولار يعني عين اوكيو يعني اوكولار باللاتيني يعني عيني اي شغله لها علاقه بالعين هيك يسموها وبريشر ضغط فراح يعلى الضغط داخل العين. فيقول من أكو partial blockage بهذا الدراين راح يصير إنه البريشر يرتفع تمام وزيادة البريشر ممكن شو تسوي تضغط على البلس سبلاي اللي جاي للرتينا. شون يعني عندنا إحنا هذا الجزء اللي مسؤول زين عن الرؤية اللي بي مستقبلات الرؤية يسموه الرتينا أو الشبكية. هاي الشبكية حالة حال أي خلايا المفروض تتغذى هنا عن طريق منو تتغذى أكو عدها شنو هنقول هنا أكو عدها أوعية دموية هاي الأوعية الدموية توصل الدم للدم اللي هو البي الغذاء تمام يعني ما عدها هي أكوياس هيومر ويعطيها الغذاء مثل اللينس والكورنيا لا عدها بلاد فيزلز حالة حال باقي الخلايا. فمن يعلى الضغط هنا كلش بداخل العين فممكن هاي البلاد فيزلز شي صار بيها يصير بيها كونستركشن. شنو كونستركشن؟ تتضيق constriction تتضيق وتنسد فمن تنسد بعد ماكو دم يوصل لخلايا الرتينا وبعد هي خلايا اي خليه طلاب من ينقطع عنها الغذاء والاكسجين ايش راح يصير بيها راح تموت تمام فهالشي بديهي فلذلك من تموت خلايا الرتينا الشخص هنا شي يصير ينعمي ويصير بيه مرض يسموه جلوكوما. فهنا من يقل البلس سبلاي اللي يوصل للرتينا او ينعدم راح الرؤيه تتاثر فممكن الشخص ينعمي. هاي هذا المرض يسموه الجلوكوما. فالجلوكوما اذا اريد حكايه واحده عنه يساوي انكريز او زياده بالانترا اوكولار بريشر الضغط مال العين زايد بغض النظر عن السبب ممكن مرات الانتاج زايد ممكن الدرين مسدود الى اخره من الاسباب. زين شلون نقيس ضغط العين؟ اكو اداه خاصه اهل العيون يستخدموها اللي هو هذا وياه يسموه تونو ميتر. تونو يعني جاي من تنشن تنشن يعني ضغط باللاتيني. تونو ميتر ميتر يعني أداة قياس فتونو ميتر أداة قياس الضغط يا ضغط ضغط العين اللي هي هاي ويا هروتكم ياها. زين دناخذ احنا طبعا احنا سولفنا على تراكيب العين شنو اللي موجود بيها فهسه كل شويه ناخذ لنا تركيب فهسه راح يسولف لنا على السكليرا اللي هي شنو اللي هي تف سميكه لونها ابيض تمام لايت تايت كوفرينج انه تغطي العين تمام وتحمي كل العين ما عدا يا جزء ما تغطي ما عدا الكورنيا. اذا نجي هسه هنا نشوف انه هذا شنو خلي نصغرها هذا التركيب هذا الكورنيا. الكورنيا من تنتهي يبدي منه يا تركيب استمرار إلها السكليرا بحيث هذا الفاصل بيناتهم يسموه كورنيو سكليرال جنكشن. جنكشن يعني فاصل أو رابط بيناتهم. ف
السكلارة تغطي كل العين مثل ما تشوفوا، كل العين تغطيها ما عدا الكورنيا. هاي ممكن تجينا شنو؟ ممكن تجينا MCQ أو تجينا صح أو خطأ أو إلى آخره. يعني يقول لك the sclera cover all eye structures except ما عدا، ويخلي لك اختيارات ما عدا اللينز، ما عدا الايريس، ما عدا الكورنية، ما عدا إلى آخره يعني، تمام، ما عدا البيوبل. فكون أنت تعرف إنه هي تغطي كل شيء ما عدا شنو اللي هو لي برا موجود، ما عدا الكورنية. زين، مبطنة هذه السكليرا بطبقة داخلية، هاي نقدر نشوفها من نشيل الجفن مالتنا، اللي هي شنو؟ اللي هي الكونجكتايفا، هاي المنطقة الحمراء. فالسكليرا is protected، محمية by transparent، أيضا transparent، أيضا شفافة. احنا شلون نشوفها حمراء؟ نشوفها حمراء لأنه البلد فيزل جواها حمر، فلأن هي شفافة فتبين حمراء لأن تراوينا الأوعية الدموية اللي جواها. خو تمام، فيسموها شنو؟ يسموها الكونجكتايفا. فإذا نسألنا طلاب، احنا التجزء الأول مالتنا سولفنا بيه عن شنو؟ عن تراكيب العين. عرفنا أنه شلون نشوف، إيش نحتاج؟ ثلاث أشياء، نحتاج عين، نحتاج رتينا، تمام، اللي بيها مجموعة من الفوتو ريسبترز، تمام، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية نيرفز، أعصاب تأخذ هاي المعلومات، والنقطة الثالثة توديها للفيجوال كورتكس. قلنا العين بيها كل شوية تراكيب سولفناهن، الكورنيا واللينس إن التراكيب المسؤولات عن الفوكسينج، وسولفنا إنه شلون نسوي فوكسينج، وشنو هو الأكوموديشن ريفلكس. الأكوموديشن اللي هو نقدر عن طريقه نوضح الصورة القريبة. عرفنا شنو النير بوينت هي الصورة القريبة، والفار بوينت هي الصورة البعيدة اللي يقدر يشوف، تقدر تشوفها العين. زين، وبعد عرفنا باقي التراكيب، وعرفنا أهم السوائل الموجودة داخل العين اللي هي الأكويس هيومر والفيتريس هيومر، والفروقات اللي بيناتها، شنو كورنيا، شنو سكليرا، شنو كونجكتايفا إلى آخره. إذا يخاف يجيبون لنا فراغات، خاف تعاريف، خاف إلى آخره من الأمور، فلازم إحنا أوريدي نعرفين. هسه ناخذ نرس بسيط حتى بعدها نكمل الجزء الثاني.